فين يا ليلى؟ رايحه فين يا بنت اسماعيل؟ ما ينفعش تجرى ابوكي وتعملي فيا كده. مهما رجلي بجاي ما تخطيش بره البيت. ها؟ رجلها مكسوره احسن من الفضيحه يا بنت يوسف. بعد عننا، حرمان عليا اليوم الدين ورحمه ابويا الشيخ يوسف، لان ما عاد في فرشه واحده ولا يجمعني بك مطرح ولا تلمسني ابدا. غور التهية اللي عايزك ولا عايزها، المره الجايه كسر رقبه يا ليلى. منك لله يا عيانه، ايه ذنبها؟ يا سيدي اسماعيل. خليه يتفضل. راسي ما رايقاش لحد. وحشتنا يا شيخ اسماعيل، وحشتنا انفاسك. مرحب مرحب يا بيه، بيتك ومطرحك. الشبكه يقعد بسرعه. اتفضل. الله يخليك. وشك مش مرتاح يا شيخ. مشاغل الدنيا. كلام المره دي ممكن تستعجبه يا شيخ اسماعيل. سمعك يا بيه، وإن كان خلاص ما عادش في الدنيا عجوبة، إحنا شفنا العجائب كلها. رغم إن إحنا المرة دي اللي جايين في ضيافتكم ومحتاجين مساعدتكم، لكن أنا لسه برضو بجدد عهدي مع شيخ العرب إسماعيل. راسي ما رايقاش الحديد ده. عهد إيه يا بيه؟ الأيام في ظني لسه في قبضتنا، ووعدنا بتاع زمان لشيخ العرب إسماعيل زي ما هو. أنا مش شيخ عرب، اعتبرني من دلوق قاعد في بيتي، لا ليا دعوه بمشيخه ولا عاوزها. ايه اللي جد؟ فضفضلي، انا صديق. ما جدش، طلعني من الحسبه. خلاف مع شيخ العرب همام. همام والد عمي واخوي، ومفيش خلاف، لكن طلعني من الحسبه، واللي انتوا عايزين تعملوه اعملوه. واضح انك في حاله حزن شديد يا شيخ اسماعيل. اسمع يا بيه، عاوز تشرب شبكتك وتتكلم معاي في احوال الدنيا، مرحب بيك. غير كده لا. القعدة معك متعة أيا كان نوع الكلام يا شيخ. وبفكرك، أنا صاحبك والآخر لحظة. ما عادش فيه صاحب في الدنيا يا بيه. ما عادش. بالراحة يا أم، هنروح فين؟ اقطع النفس. يلا أنت وهي. شو البنت معاي؟ ما عاوزاش. ما عاوزاش أطلع، ما تطلعونيش. أبوي يزعل وأنا ما عاوزاش يزعله. كسر رجلك. وخايفة على زعله؟ يا رب أموت وارتاح ما دام عشت من نكاكم جوا كده. هتعيشي وتروجي وهجوزك يا ليل. يلا يلا قبل أبوها ما يحس. ما عاوزاش ما عاوزاش، أنا ما أزعلوش تاني. ما عاوزاش ما أزعلوش، ما أزعلكش تاني يا أبوي، ما أزعلكش تاني. وأيا كان نوع الخلاف اللي بينك وبين ابن عمك ده، شيء ما يهمنيش. أيوة صح، لكن خسارة شيخ إسماعيل، خسارة إني أشوفك في الدين. راجل زيك اتخلق عشان يحكم، مش علشان يقعد في بيته حزين.
وبعدين يا بيه احنا قلنا ايه؟ واضح اني طولت عليك. اول مره اشوفك عجوز كده يا شيخ اسماعيل. مفيش حاجه في الدنيا تقهر الراجل غير لو حس ان عمره راح حضر. ايه؟ انا بستأذنك وبكرر عهدي وشكري. شرفت يا بيه، في امان الله. عمري راح حضر. واعلموا أن اللحم الضاني سيد الأطعمة ومصلح للبدن، واعلموا أن القشطة لا تترك، وأن المهلبية أحسن وأبرك، فتهيأوا لأكلكم وشربكم يا بهائم. هو حد لا يأكل ولا يشرب منهم لله؟ ربنا يهدك، الناس جعانة وانت بتهرج. اللهم واجمع الشمل بعد الشتات ببقاء السكر النبات من أصله القصب الملاواني. هو فين السكر أصلا؟ اللهم وأهلك الثلاثة الفجار، العدس والفول والبيصار. آمين. الحقنا يا مولانا، نهبوا الدكاكين، خربوا بيوتنا، خدوا قوتنا وأرزاقنا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعلم يا ولدي أن الأرزاق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الظلم لا يدوم. ربك عادل وقادر ورزاق موجود. ونعم بالله، بس أنا ما فيش في بيتي ولا دكاني أي حاجة يا مولانا. خد يا ولدي كل ما أملك في جيبه، وربنا يصلح حالنا وحالك. بارك الله فيك يا مولانا، بارك الله فيك. خلي حد من عيالك جوه الدكان وانت بره، بيع واشتري، ولو حسيت بيهم جايين اقفل دكانك وروح لحد ما ربك يزيح الغمة. حاضر يا مولانا. سلام عليكم. اقعد، صلاة العصر قربت، وصلاة العصر مهمة، اللي يتركها يحبط عمله. حاضر. بس أنا نصراني يا مولانا. توكل على الله يا ولدي، ربنا معاك، في أمان الله. بارك الله فيك يا مولانا. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا مولانا.